لما تمشي في شوارعنا بتقابلك حاجات كتير، زحمة ودوشة. ممكن تقول فين مصر بتاعت زمان، فين الناس الطيبة؟ لكن لو وقفت واتكلمت معاهم هتلاقي الطيبة مستخبية ورا وشوشهم السمرة، والحكمة موجودة في نفوسهم. هم موجودين ما بيننا، ناقصهم بس ندور عليهم، وده اللي بنعمله في حكيم زمانك. هنلف شوارع المحروسة ندور على الطيبين، نسمع حكاياتهم ونقول لهم الله عليك، ده انت حكيم زمانك. الجواز كلمة بتخوف كتير من الشباب دلوقتي، خوف من المسؤولية والمستقبل. وممكن تستغرب لما تلاقي اتنين متجوزين من 40 سنة وتسأل نفسك ازاي قدروا يستمروا الفترة دي كلها. دورنا في كلام حكيم زمانه عشان نعرف السر، ولما سألنا الحاجة حسنية قالت أيوم فرحك؟ وقلت مش همشي إلا لما العربيات تلف السواقي، وبالعربيات بالمزيكا مش همشي. طمنتي بقى. زي اختي ما زلفت بالعربيات، مش هاخد، مش هاخد. كنت عصبيه وجامده وضربت القبر. طيب فاكره، طيب قيمتك كانت مكتوب فيها كام؟ باينه 40 جنيه كتير ساعتها. ولبست ذهب ابويا كتير، عشان ابويا من عائلتي الاولي، عائله كبيره في الفيوم، وكاتب لي عماره، ورثت بعد ما مات عمارتين. وجوزي كان غلبان، بيحطه على اولادي العشر. ايوه بيحطهم على اولادي، وعندي اولادي ب100,000 عماره. انا مش بتاع فلوس، ملهاش قيمه. اما تفتكري انت ايام زمان كده تقولي يعني يا ريتني كنت عملت ايه؟ لا، كانت حماتي معايا وكنت بحبها، وكانت بتجيب لي اللي مزاجي فيه ونفسي فيه. وجوزي وحداني على 6 بنات، وكانت مريحاني حماتي. ايوه وعيطت وصوت وقلبت الدنيا على ما فيش حد بيعمل على حماته كده. فاكره طيب اول بيبي جبتيه؟ كمال، كمال الكبير اللي مات. ومعايا 9 دلوقتي. فرحتي ان هو ولد ولا لا؟ عادي. ما عنديش الكلام ده، انا عندي البيت زي الوقت، تتعلم وتاخد شهاده اجدع من الوقت. في ناس لما يجي لهم ولد يفرحوا عن البنت. لا، الفلاحين بقى، انا مش فلاح. انا فيوميه مصريه زي اقوى من مصر. انت شايفه ان البنت زي الولد؟ الفرق مش بتتعلم وبتبقى. طب هقول لك، ولاد خالي الدكاتره اللي في الهضبه ده، كلهم دكاتره اللي انا مسميه اسمي ولادي عليهم، والصبيان ما تعلموش، ما وقفوا مسكوا المحلات. ايوه. اما الحاج عبد الله فسندت مراته ليه كانت السر انه لسه بيحبها حتى بعد وفاتها، ودي كانت قصته. فاكر لما جيت تتجوزها زمان بقى؟ انت اخترتها؟ طبعا. كنت بتحبها ولا اخترتها؟ اخر حب، مع اني بحبها انا راضي اتجوز عليها حتى بعد ما ماتت. مرضي حتى بنات يقولوا الاولاد يقولوا اتجوز اتجوز، مره رافض اتجوز. ايوه. تجيب لها هدايا؟ كنت اجيب لها الحاجات، يعني حاجات رمزيه. ما تجيبلهاش ورد؟ الا ما انا عرفت الورد انا صعيدي. الورد ده حلو. لا لا، ربنا يسترها. لكن ما جبتش ورد؟ لا ما جبتش ورد، ما عرفتش الورد. جبت حاجات ثانيه. حاجات ثانيه. كنت اجيب لها ذهب، اجيب لها بتاع يعني. ايوه. وبرضه مره تعذرت هي كمان، بعت الذهب بتاعها ليا برضه، وجبت اللي اكتر منه يعني. يعني وقفت جنبك لو انت عندك؟ وقفت جنبي لغايه اخر لحظه. بقول لك بناتي ده مش بتلمس اي قال ذره، لا في تعليم ولا في جواز والله. حاجات رمزيه كنت اجيبها. هي اللي منظمه الدنيا. كل منظمه الدنيا. دلوقتي ما تفتكرها تقعد تقول لها ايه؟ الحمد لله افتكرها بالرحمه. بالرحمه دايما اقرا لها الفاتحه، لازم لما انام اقرا لها الفاتحه صح. لما انام احط راسي على المخده وانام بالليل لازم اقرا لها الفاتحه. وفي البحيرة كانت الست مقدم علام ليها رأي مختلف خالص في الجواز، وده كان كلامها. خطبك؟ ما خطبوني وعقد عقد ورسمه، وبعدين هو اتجوز هناك، انا جيت هنا ما عادش، ما روحتش بقى بحمص. انا هنا روحت نروح نشق على اهلي ونيجي، بس هنا عايشه بقى لي 31 سنه ما عادش اروح. ما اتجوزتيش خالص؟ خالص بقى ما اتجوزتش، وما فده مش مضايقك؟ لا ما متضايقش بقى، انا راجل مع الرجال دول ما بيسالش. مش نفسك يبقى عندك بيت واسره و... بيت واسره بقى، انا كنت لسه صغيره، انما الوقت كبرت ما عادش ولا عايزه بيت ولا عايزه اسره. زمان كان نفسك يبقى، كنت بتتمني ده؟ بقى انا لسه صغيره، انما الوقت كبرت. والله
فما كانش مثلا حد يقول لك انت كبرتي طيب اتجوزي؟ لا لا ما فيش حد بيقول حاجه. نفلح مع الجماعه في الارض ونروح زي ما شفت كده. ولو بتستغرب دلوقتي من المغالاه في تجهيزات الجواز، شوف نصيحه الحاج مسعود في القايمه والمهر. احنا كنا بنجوزه بصحنين وبحله وبنضريه وجبنا عيال اهو، بنقول لك بيتنا في اوضه بالطوف ومحطوط عليه اشوال. يعني ما تجيبوش حاجات كتير والناس اللي لا ما نجيبوش زيكم كده، ما نجيبوش حاجه، هي حله وصحنين وبتاعتين كده هدومها وخلاص وشويه هدوم وبتاع. النهارده ازاي انا بنت نعملها ب 300,000؟ والله بنت عند اخويا ب 300,000. ليه يا حاج ليه؟ حرام. انت شايف الحاجات دي مش 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 هي؟ لا حرام حرام ما ينفعش. انا حاجه على الجد بس من كل حاجه حاجه وبالراحه بالراحه. هو لم يكن فيه كله، ما كله متلقح مركون على باليين لي اوض وخلاص كله مركون واحنا بندفع فيه. بس شايف ان الحاجات دي ممكن تكون بتبسط الناس ولا ما بيبقوش سعداء؟ ما تبسطش يا حاجه، احنا نمشي الحق. ما نخربش بيت نسيبي، ولا انا يا اللي مجوز بنتي خرب بيتي؟ لا ما ينفعش، نجيب الحاجه اللازمه بس. اخذنا مهرها بس قال له 20,000 بس، 20,000 ذهب وروح هات بيهم انت الذهب. ما رضاش ياخذ منه غير كده، بيدفعوا 70 80. لكن نروح نجيب نملة اول مركونه وكلام بايظ وهو راح ابوابه يا فتان. أما لو عايز تعرف كلمة السر في البيت الهادي المستقر، يبقى لازم تسمع نصيحة الحاجة حسنية. لو بنتك بتتجوز مثلا تنصحيها إيه النصيحة اللي هي تبقى بتخليها سعيدة في حياتها؟ الزمن وتعيش. والله تيجي تشتكي لي أقول لها استحملي، أنا ما حدش استحمل قدي، ومرات ابني برضه بتيجي تعيط من ابني قلت لها استحملي، أنا بعت ملكي وربيت ولادي استحملي، وولادي بقوا رجالة وبيصرفوا عليا، والعيل عندي بميت من الدنيا بحالها. شايفه يعني ايه ست اصيله؟ لا انا اصيله بقى ومن بيت اصل. يعني انت ما تشوفي ست كده تقولي دي اصيله؟ دي بتستحمل مع جوزها الحلوه والمره، تبقى عندها اصل، والواطيه اللي تفضح جوزها وتبهدله وتطلع اسراره. طيب في ناس يقولوا ايه؟ الراجل ما يعيبوش الا جيبه. لا ما عنديش الكلام ده. القلب ميدان رايده ومؤدب ومحترم وبتاع ربنا، هو بالدنيا هيحافظ عليكي ولا يتعبكش. تاخدي واحد بقى لومانجي يطفح كوكوته وغني، هتعيشي تعبانه في حياتك. الفلوس مش كل حاجه؟ لا مش كل حاجه. امال؟ لا. ايه بقى ايه اهم حاجه في الدنيا؟ الراحه، والراجل يكون محترم ومؤدب. اوعي تقولي ده معاه فلوس اخده. لا بصي ما بتنفعش. البنت قالت لابوها يابا انا جاني 3 خطاب وزياده. اول خطيبي يابا كتير المال وزياده، وتاني خطيبي يابا جميل الصوره وزياده، وتالت خطيبي يابا فقير الحال بزياده. قال لها والله يا بنتي خدتي جميل الصوره يزيد الجمال بزياده، وخدتي كتير المال يزيدك مال بزياده، وخدتي فقير الحال يزيدك فقر بزياده. قالت له والله يابا انت ما تعرف في الرجال حاجه، وخدت كتير المال يتجوز عليا 2 وزياده، وخدت جميل الصوره يعشق عليا 4 وزياده، وخدت فقير الحال انا وهو على الله بزياده. يا سلام.